وللحديث عن الفساد الذي يهدد القطاع الصحي في العراق وتحذيرات العاملين في القطاع من وصول المستشفيات الحكومية إلى مرحلة الاحتضار، معنا من بغداد الأكاديمي والطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. حياكم الله دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا. نعم، أهلا بك دكتور إبراهيم. صحيفة واشنطن بوست تقول إن جيشا من المحتالين يديرون الرعاية الصحية في العراق والأموال المخصصة لكل شيء، ويحولون دون شراء الأدوية لمرضى السرطان. ماذا يجري في مستشفيات العراق؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدين. مساء الأنوار، حياكم الله سيد العزيز. هذا ليس جديد، احنا من الاحتلال لهسه ترى ماكو وزير يجي للصحة إذا ما ينطي كوميشن للحزب اللي جابه. نقطة رصد، هذه وحدة. وهسه مكاتب الأحزاب بكل وزارة اكو مكتب. هسه وزارة الصحة العراقية بيها مكتب. شركات الأدوية المعتبرة الرصينة غادرت البلد لأن ما تعطي كوميشن. تفهم علي؟ هسه بقى شركات الأدوية اللي ما أساسا حتى دواها ما يشتغل. فليس جديد. بعدين بناء مستشفيات، ولا مستشفى من الاحتلال لهسه انبنت. بالعكس، الرعاية الصحية الأولية في زاد. هسه كنا الأطباء احنا دا نحكي الصحة من عديلة إلى الحسناوي في الحضيض. في الحضيض تمشي بالحضيض، ماكو صحة. هسه هاي كلها اكو ترقيعات، ترقيعات يحكون على الترقيعات كذا وكذا وكذا، هذا كله مو صحيح. احنا كل الموجود هذا اكو جسمه، هذا الجسم السوداني عنده حوالي 60 مستشفى. هذول بس لغط حكي. انا طبيب صار لي 43 سنه سيد العزيز، كل شيء ما عنده بالبلد. سيد الامانه لو صدق كل شيء ما عنده، لا خدمات لا شيء. بدليل شوف مطرة الدنيا، فاعت كل المستشفيات، فاعت كل هذا الصرف الصحي كلها. هسه انت تدري اليوم تقرير هم العالم دول الامريكان اللي جابوا دول القرد اللي علينا، فهمت علي؟ يقول التلوث بالماء اكبر 90%، تلوث ب 100% العراق اللي يشربوه اللي نشربه تلوث. هذه مو جديدة. هذه من يحكي الواحد عن الفساد. نعم، يعني دكتور إبراهيم، لجنة الصحة النيابية أيضا أعلنت عن تسجيل 1231 إصابة بالحصبة لدى الأطفال خلال أقل من شهرين. يعني باعتقادك ما الذي تعنيه هذه الحصيلة اليوم في بلد لديه كل هذه القدرات المالية والثروات مثل العراق؟ سيد العزيز ترى هذا الإحصائية هو ولد من الديوانية. أنا ما بغريب. أربع حالات من ضمن الكومبليكيشن، التأثيرات الجانبية من الميز المال العصبة، فهمت؟ من انجازس سحايا ونومونيا وذات الرئة، تفهم علي؟ هاي الحصبة، هذا دلالة الحصبة والدنيا اللي موجودة اللي عندوها صحيح. بس احنا شنو عندنا؟ سلسلة التبريد صفر، اللقاحات صفر، ما توصل في وقتها للناس. احنا الأطباء نشكي من هذا الشيء. فليجي واحد الحصبة هذه بس ما بغريب يعني بغريب طبيب فهمت عليه؟ اكثر من 140 واحد 160 واحد يعني بيومين شفتهم. يعني هذا الاهمال هل هو متعمد ام هو فقط نتيجة عمليات الفساد والصفقات المشبوهة، ام هناك تعمد لايصال الحال لهذا المستوى؟ مو مسألة التعمد، حجي شيء ما خلينا نكون صريحين، فهمت علي؟ ماكو فولو اب، ماكو متابعة، فهمت علي؟ أنت هسه فاكسين، كهرباء صفر، فهمت علي؟ أنت الناس تستورد لقاحات، غير اكو متابعة للقاحات. أنا هسه من عندي سبوراتك يعني عند الحصبة، جد الحصبة، من تصير إصابات قوية، لو اللقاح ما ملقحين ماكو لقاح، أو ملقحين واللقاح مو سليم. مدى يوصل بالصورة الصحيحة. هذا الشيء التحليل مالته مو غير صحيح. نعم دكتور إبراهيم، هناك من يرد ما يجري، يعني يرد المسؤولية فيما يجري إلى ممارسات الأطباء أنفسهم، ما ردك عليها؟ إيش عندنا خير أطباء؟ أنا طبيب صار لي 43 سنة، فهمت؟ نصيح ونعيط،
انطيني فاسيلتي حتى امشي عني. ليش احنا الاطباء؟ يعني انت هسه شوف معي مستشفى الفلوجه واطباء الفلوجه، الناس معنا الكشفيه موحده كلها 10,000 متعاونين مع الناس بالعكس، اكو اطباء سهرانين للصبح مع المرضى. شو يريدون الاطباء بعد؟ لا بس هذا شو ممرات، انت وفر لي وتعال فتش علي، اذا لقيت ديفيزيت نقص علي ليش تحاسبني تعاقبني. بس انت اذا كل واحد وراء 10 من الاحزاب و20 بندقيه فايده عليه للمستشفى، شلون اشتغلاني؟ طيب دكتور ابراهيم، هل ترى بالفعل ان توجه الحكومه لربما للتعاقد مع مؤسسات صحيه مختصه بالاداره والتشغيل للمستشفيات لربما يمكن ان ينقذ الواقع الطبي والاداري لهذه المستشفيات في العراق، ام سيزيدها سوءا؟ هذه ويا من يتعاقد يجيبني ايراني لو يجيب لي باكستاني، وين المستشفيات؟ حتى غير تعطيني انت مستشفيات جديده حتى اديرها تمام ومتمام. ماكو مستشفيات، هي نبذه واكو ترقيعات كرفانيه فهمت عليها جانب للحروق وجانب ما ادري شنو، هذا مو صحيح، هذا لغط ما الى اساس اساسا. طيب باعتقادك وبحسب خبرتك الطويله كطبيب يعمل في العراق، ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ ازاله كل هاي الطغمه الحاكمه. كلها اي حتى اعرف نشتغل. والحل الآني في المستشفيات هل لربما بزيادة الرقابة؟ يعني الحل بالنسبة للمستشفيات بالذات بعيدا عن موضوع المحاصصة الطائفية، ما هو الحل بالنسبة لإدارة المستشفيات وتمكينها من أداء دورها الفعلي؟ حبيبي سيد العزيز السلام عليكم، أنا هسه أدير مستشفى، ما أدير مستشفى افتهمت علي إلا لازم أخلي كوميشن المن للحزب اللي جابني، ما يجيني أنا هسه مستقل ويجيبوني كذب، ما يجيبوني نقطة للسطر. نعم هذا الحكي مو صحيح، يعني أنا شوف ضحك علي بس أعطيك مثال، ولد بزمانه مدير مستشفى الفلوجة، هم باعترافهم كل زين ومرتب المستشفى، دزوا عليه دائرة الصحة مالته مدير عام قال اخويا ترى احنا مشترين بس مستشفى الفلوجه 250 الف دولار. انت ما تفيدنا، احنا نريد واحد ينطينا حصتنا حتى نطلع ال 250 الف دولار. يعني يقول لك يعني ابوك من الادويه، قال لك ابوك من الادويه من مرضى اكل المرضى من اكل الاطباء والدنيا، اريدك تطلع لي انت طلع لي 100 الف تفوقني، قال لا اخويا في مال لا في مال لا، وجابه واحد يفوقته. فأكو شغلات يشي بالرأس إذا أحكيك إياها فضيحة. نعم إذن كنت معنا من بغداد الأكاديمي والطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لك.